شكرا، مرحبا بكم كل عام. يعني نفرح نزور النادي اللي تربيت فيه هنا مده طويله، واللقاء باقي يكون مربوط بالتونس اوبان والتونا ناتروفي. والحاجه كليمه على التونس اوبان، علاش لاتي بي قصت السنه التونوا اللي بدا في الثمانينات، وقت نشوفوا اللي في نفس الوقت مثلا الفيدراسيون تنصب دوكور في الفيجيه تنظم تونوا في الشباب في القنطاوي الجمعه الجايه. على كل ان شاء الله عم جاي يرجع، واحتمال حتى نلقاو فرصه قبل الاختبار باش نعاودوا ننظموا التونس اوبان. يخص الناتروفي، بدينا كما تعرفوا يعني الفكره جاتنا وقت اللي اوزوس فازت في رونغاروس في جونيور. قلنا علاش ما نظموش دوره نسائيه في تونس باش نعطيوها فرصه اللي هي ودي والشوبان اللي والبنات اللي يجيو من بعد باش الجمهور يشوفهم، الصحافه تشوفهم، وفي نفس الوقت يحصلوا على نتائج يعني نقاط في الترتيب العالمي. ويعني دورة نظمت على خاطر أنس علول، ويعطيها الصحة كانت الموعد، يعني ربحت عملاه وتعملاه والنهاية العملولين قويوا في الدعم يعني بتاع الدورة هذه، لأن 25000 دولار ما عادش يعطيوها النقاط الكافية باش تحسن الترتيب بتاعها. ومشينا معاها، قلنا لها بعد القبول الجمهوري عملاول والنجاح بتاع الدورة، قلنا علاش لا نعملوا خطوة أخرى وندعموا الناتروفي ب 50000 دولار. ان شاء الله السنه تكون زاده على الاقل في النهايه. على كل هي فرصه بالنسبه لي، هي كما قال السي سليمان كان تفوز بالدوره باش تدخل في البيئه الاولانيه، وهذا يعني مرحله هامه. وعندنا امكانيات قلناها والان الاولاني كي شفنا تلعب في النهايه تاع رونجاروس جونيور باش تدخل في الثلاثين الاولانيه. اما يلزمها بالطبيعة تحصل على نتائج والتحليل بتاعها يكون معمول على قاعدة. إن شاء الله يعني الجمهور يكون في الموعد، إن شاء الله الشوبان زاد يتبعوا أنس، خاطر ما نجموش نبنيو الدورة على لاعب برك. فرحت كي شفت ثم أدوار جدد تنظم في أنس، وأسامة قالت لي ثم دورة تتحضر ب 200 دولار. يعني كي بديناها بالتونيس اوبان وبنانا توفي نفرحوا كي نراو يعني الخدمه تتواصل، وهذا الكل يعني فايده الرياضه التونسيه، التنس التونسي والصوره اللي نحبوا نعطيوها في الخارج بالنسبه للبلاد. شكرا.